انتي بدأتي اليوم بكلام مع رئيس الجمهورية، لا صح؟ ده النهارده يعني المشهد اللي احنا كان نص شفناه. اليوم. طيب نص اليوم، اخر اليوم بقى. مساء الخير يا فندم. الو الو، اي فندم، ادخل ست رئيس؟ انا عايز ادخل ست ارجوك رئيس. انا على الهوا والست رحمده موجوده معانا. طيب ايوه دي يا واحده، فندم اتفضل. دي واحده عشان هوصل ست رئيس. اتفضل. طبعا لانه لازم يبقى فيه السويتش، ما هو احنا مش هنكلم رئيس الجمهوريه مباشره، او هو لما يحب يكلمنا مش هيكلمنا مباشره، فده دلوقتي سويتش رئيس الجمهوريه. احنا شفنا الشوت الصبح وهو بيكلمك على الفيلم على الفيديو، دلوقتي هيكلمك على الهواء بتاعي. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، ازاي سعاد حضرتك اولا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ شريف؟ انا الحمد لله تمام، دايما بخير وسلام. الحمد لله كتر خير. طبعا تحياتي للست نحمده. انت معاك اهي. اه طبعا، انا طبعا عايز اقول لك ايه، انا فعلا مش يعني سبحان الله العظيم، هي اللي بسهلة كانت لابساها، ما كانش يقول ابدا ان يعني اللي بتسوق العربيه سيده يعني. ايوه، لكن عشان ربنا سبحانه وتعالى رايد شيء معين اللي هو يعني استكمال انا قلت لهم وانا طالع، لان احنا المسار مش كان المفروض ابدا ان انا امشي في المكان ده اساسا. والله صحيح. واحنا رايحين بقى خلصنا الجوله ورايحين حته تانية، فبنلف، فاحنا بنلف بنطلع من مدخل فرعي على الطريق الرئيسي. ايوه، قال الميكروباص معدي كده، فقلت لهم انا شقه دي ست اللي راكبه دي. فهم قالوا لي يا فندم لا دي يعني طبعا هي زي ما بقول كده لابسه لبس والكوفيه والكده يعني كده المهم يعني. فقلت لهم لا، طب ايه نستنى. كنت انا بقى كنا سبقناها يعني. أيوه. بس جديد. فلما جت طبعا هم بقى يعني ما اعرفش كانوا متوقعين ايه يعني لما نزلنا يعني. انما انا طبعا كنت نازل عشان احييها واحيي كل ست من خلالها، كل ست بتجري على بيتها وعلى اولادها وبتشقى، وده سبب داخلي عندي دايما في تقديري للست المصريه، انها يعني هي اللي بتحافظ على البيت وبتجري عليه وتشقى 9 ساعة 5. هو كان يومها النهارده طويل بس مختلف طبعا خالص يعني، هو سبحان الله فعلا طبعاً. سبحان الله. وبعدين عايز اقول ليها مبروك عليك يا رب يخليك ست الرئيس، ربنا يحفظك ويحفظ العربيه واولادك ويعينك على كل خير. وصحيح انت قعدت 8 سنين، لكن ال8 سنين دول ليهم معنى، ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول كل من هيخلص ويصبر ويرضى ليه حاجه. ازاي الحاجه دي تيجي؟ باسباب كتير، ممكن زي اللقاء اللي حصل ده، لكن ممكن في اسباب اخرى تانية، اشكال اخرى بقى. العلام هو فقط اللي بيعملها، فكل واحد ليه حكايه زي حكايه حضرتك كده. ألف مبروك. وهي في الحقيقة، وحضرتك صحح لي طبعا يعني، وهي في الحقيقة وهي بتطلب من حضرتك الطلب، بتطلب إنها تستمر في الشغل يعني، هي قدام رئيس الجمهورية وبتطلب إنها تستمر في الشغل وتسدد اللي عليها لو العربية محتاجة القسط وتعافت من المواد. هو ده عزة وحياة الست المصرية، إن هي عايزة يعني تاخد وتقدم بجهدها وشغلها الموضوع. انا بقول لها بقى لو انت يعني حبيتي في وقت من الاوقات انك تقدمي اي حاجه، قدمي حاجه لتحيا مصر باسمك، قدمي الحاجه لصندوق تحيا مصر لو حبيتي، لكن انت حاجتك معاكي ودي بتاعتك وربنا يبارك لك فيها ويجعلها خير عليكي ولاولادك يا رب. الف مبروك. ممكن يا فندم اسال حضرتك سؤال لو سمحت؟ نعم. ايه اللي يعني احنا شفنا انه بنشوف مشاهد وجود رئيس الجمهورية في أماكن عمل ومواقع مختلفة على امتداد الجمهورية، إيه اللي بيلفت نظر حضرتك في إنك شفت الست رحمدون؟ إيه اللي بيجي في خاطر رئيس الجمهورية إنه أنا عايز أتكلم مع البني آدم ده؟ شوف يعني أولا يعني ساعات من غير قصد طبعا
الإعلام بيقدم صورة غير الواقع اللي موجود على في الشارع المصري. يعني أنا لما بقى أشوف العمال في كل المواقع ودول ما بيكسبوش كتير قوي يعني، لكن ألاقيهم في حالة رضا شديدة، ومحدش أبدا فيهم قال لي أبدا إنه ظروف صعبة ولا فن ما إحنا كده مش عارفين نعيش. والله أنا بتكلم صحيح، وخلي بالك أنا بتكلم على مئات الألوف من العمالة بشوفهم بشكل أو بآخر، وبتحول اللقاءات بتاعتهم إلى يعني شكل جميل من التقدير والاحترام والرضا كمان. فلكن بالنسبة للست الأحمد وكل من يعني زيها، أنا بقول إن إحنا كمصريين محتاجين نتعلم كويس، يبقى عندنا المروءة وعندنا الشهامة وعندنا الاحترام للست، للنموذج ده، أي نموذج. مفهوم. وممكن يبقى في حاجة تانية كتير طبعا، حد بيعدي قدام منك وانت راكب عربيتك وقفت له، وده احترام. أه. وده تقدير وده شهامة ودي مروءة. ولو واحدة سيدة ماشية ويعني في أي مشكلة لها، ممكن غير ما يبقى في شكل من أشكال الإحراج ويتقدم لها العون، ده شكل من أشكال المروءة والشهامة. والحقيقة ده بيتمتع بيها المصريين، مش أنا بس أو كده يعني. يا رب أقدر أقدم لكل سيدة زي ست أحمده حاجة أخفف عنها ما هي فيه. اللهم أمين. اللهم أمين. سعيد أو راضي بإيقاع المشاريع المختلفة اللي حضرتك بتزورها؟ وأخيرا النهاردة كان في العاصمة الإدارية. والله أنا أصل ما أنا عارف إن حضرتك ليك إيقاع يعني إيقاع أبداً أسرع شوية. الإيقاع مش الهدف منه إن أنا مختلف، الهدف منه إن إحنا عايزين ننجز مهمة في وقت قصير جدا عشان نحول ونغير حياتنا اللي واقع أفضل. فعشان كده عايزين يعني، لكن المعدلات اللي معمول فيها والله بلا مجاملة غير مسبوقة في كل المجالات. وبالمناسبة حجم العمل اللي بيتعمل في مصر وحجم العمالة اللي بتشتغل في هذه المشاريع مخليني حاسس ان احنا قادرين نصل الى كل بيت فيه شاب او رجل بيعمل في مشروع بقيمة تقدر تساعده على ان هو يعيش بشكل كويس وتكفيه يعني. هل نبدأ في 2019 نشوف ان شاء الله بدايات التغيير اللي حضرتك كلمت عنه في 2020؟ شوف احنا هنفتتح حاجات خلال 19، ويمكن برضو يوم السبت هنشوف مشاريع تانية بنفتتحها إن شاء الله. الحقيقة هو بس ظروف الحركة بتاعتي مش متيحة أن أنا أقدر أفتتح كل الأمور بشكل يعني. إحنا اضطريت أن أنا أفتح مجموعة كباري النهاردة للناس، لأن الوقت مش ساعف أن إحنا ناخد الإجراء اللي هو المراسم اللي حضرتك تشوف يعني. لكن إحنا ماشيين كويس إن شاء الله، وطول ما المصريين متمسكين كويس أوي بصراحة يعني هيبقى أمر طيب أوي. قبل ما مش عايز اسيب يعني، عايز اسيبك مع لا اتفضل يا فندم نتكلم، لكن انا كان ليا ملحوظه في التعامل الاعلامي مع الاحداث اللي بتتم في اوروبا دون ذكر دول بعينها. اتفضل. انت ما بحبش دي يا جماعه، مش وانتوا بتطرحوا الصوره دي للناس في مصر تقولوا لهم الواقع اللي موجود في الدول دي، يا ترى ثمن الوقود هناك كام، يا ترى الضرايب على الوقود دي هتبقى كام، وقارنوا ده باللي عندنا في مصر عشان تدوا صورة موضوعية. والكلام ده احنا كلمنا فيه قبل كده، قلنا الموضوعية والمنطق الحقيقي نقدمه للناس عشان الناس تبقى مش احنا مش بننقل صورة حدث بيتم هناك، احنا بننقل صورة ولينا يعني تعليق عليها بان احنا نكمل هذه الصورة ببيانات ونقارن ده بما نحن فيه. يعني لما يكون في لتر البنزين والسولار بيعدي ال 20 25 جنيه ويتحط عليه ضرائب 20% يبقى 5 جنيه، ده لا يقارن باسعار وقودنا في مصر مثلا. يعني لما كل الناس في هناك بتدفع ضرائب 30 40% مثلا مفهوم دخلها، والحوكمه ما بتخليش مخلوق ما يدفعش، طب يا ترى الموقف ده عندنا ايه؟ يعني بقول ان الكلام ده بقوله كده لان احنا من الاعلام ده تنوير، الاعلام ده إيضاح، الإعلام ده إعلام نوضح للناس ونفهم. أنا خدت من وقتك كتير. لا يا فندم خالص، يعني شرفتنا على مستوى البرنامج بالتأكيد. بشكر حضرتك.
انك انت يعني استضفت الست محمد وكتر خيرك وكتر خيرها ان هي جت بعد يوم طويل، وربنا يا رب مره ثانيه يوفقك ويوفقها يا رب. اللهم امين، يوفقنا كلنا ان شاء الله. شكرا جزيلا يا فندم. سيد رئيس الجمهوريه متحدثا في مشهد ختامي ليوم طويل، بدا مع الست نحمده وبدا عند الست نحمده وانتهى النهارده برضه في مشهد على الهواء مباشره زي ما احنا بنقول كده كمذيعين مع الست نحمده.